لما لقيتك كلمتني عرفت ان انت لقيت حاجه من اللي قلت لك عليها. احنا مصلحتنا واحده يا غالي. مع اني مش مطمن لك بس اتمنى تقدر تساعدني. على الطلاق لساعدك بس تديني اي حاجه بس تدلين على اولاد الهرمه دول. طب امسك دي. دي الفلاشه اللي عليها تفريغات الكاميرا بتاعت البنك. الفلاشه دي عليها شخصين، لو عرفت توصل لواحد فيهم اظن ممكن نعرف مين اللي ورا الحوار ده. كده تعجبني. وده صور من الورق اللي انت كنت هبطه. حلو قوي. بس يا رب تعرف تعمل حاجه. اي قصقوصه هنا يا غالي ممكن تكون انت شايفها ملهاش لازمه بالنسبه لنا ممكن تكون دليل وتخليني اوصل لحاجه. طب ركز لي بقى. في واحد من الكاميرا اللي قطعهم دول اسمه باهر. الراجل ده كان شغال معايا في فرع تاني من فروع البنك. هما كانوا سجنوه عشان قضيه اختلاس من البنك. المهم يعني خرجوه عشان قدر يدفع عليه وزياده. طب تعرف تجيب لي اسم باهر ده الحقيقي بالكامل؟ اه طبعا. تمام. خير خير. سجن ايه بقى؟ سجن تورا. تورا. طب ماشي حبيبي هكلمك تاني. طب في حاجه اعملها طيب؟ لا انا هكلمك انا. تسلم يا حبيبي. سلام. تورا باهر وانك شامم ريحه امك في الحوار ده يا ايوب. بس لو طلعت انت هنفخ امك. صفيه يا صفيه راحت فين دي؟ ايوه تعالى عايزك. ايه بقولك ايه، في واحد كده عايزك تعرفي لي من حبايبك فين اراضيه. وده مين ده اللي مسربعك قوي كده؟ واحد اسمه باهر. استنى في ايه يا ابن الزنانة بتزن ليه؟ ايه حاسس الوحش ماله؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اقفل اقفل اقفل. في ايه؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. ايه ده؟ ايه يا بنتي اسماء؟ انت لسه صاحيه؟ خشي نامي وشك هيدبل كده. وانا هخش انام دلوقتي. هو خالد وعثمان اتاخروا ليه؟ اصلهم في شقتك بيظبطوا لك اوضه النوم وبكره الصبح ان شاء الله هيفرشوا لك العفش كله وانا هبقى اروح اودي لهم الفطار. ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. على فكره اتبسطت قوي ان عثمان هيجيب لك شقه جديده. تصدقي انا ما حسيتش بموت ابوكي في وجود عثمان. مش بيقولوا اللي خلف ما ماتش؟ والله انا بحس عثمان ده ابويا مش اخويا. طب يا حبيبتي ربنا يخليكوا لبعض. بس يلا بقى الجدعاني وهاتي لنا النونو اللي احنا عايزينه واللي انت عايزه تحرمينا منه. الله في ايه يا بنت مالك؟ لا مفيش حاجه انا مبسوطه عادي. مبسوطه؟ انا مش هحرمك من حاجه يا ماما. حاضر. طب يلا يلا بقى يا حبيبتي عشان تقومي تنامي عشان تصحي كده فايقه ومنوره وزي القمر كده. يلا هانت اهي وهتتجوزي. يلا يلا فين بقى يا خطر؟ لما ابقى اشوف الفلوس الاول ابقى اوريك. انت مجنونه ولا ايه يا بت؟ ما لو عايز انصب عليكي كنت نصبت، ولو عايز اقتلك واخد الحاجه كنت قتلتك، ما انا عارف اللي هي عندك هنا في البيت، فما تعمليش عليا مفتحه علشان مش هتسلكي معايا. طب بلي ريقي طيب. مش عصبي كده. اتقل دقيق. اتفضل. اوبا حلو الكلام ده. بس انا بقى كان ليا عندك سؤال. ارغي يا سماح.
معلش يعني من غير غلاسة كده، ممكن أعرف الناس دي بتدفع كمية الفلوس دي كلها في الكوكايين ليه؟ هو بيعمل إيه يعني؟ يا بنت الكوكايين ده الخلطة السحرية بتاعت ولاد الناس والملوك والبشوات، علشان كده تمنها غالي. همشي أنا بقى علشان أشوف حالي. ماشي؟ ماشي. المهم هتيجي تاني؟ ده أنا هاجي تاني والتالت ورابع، اللي بالك أنت بس على نفسك يا حبيبتي. والله ولعبت معاكي يا بنتي يا سمية. وهتلعبي بالفلوس لعب. الو. بقول لك ايه يا كبير؟ فيها يا معلم؟ هتهوتي على الصبح خير؟ حسن تعيش انت.